أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون حال المؤمنين الموحدين في يوم القيامة؟ كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن المتقين في جنات وعيون. والآية فيها كثيرة. هذه حالهم يوم القيامة، وتسهل عليهم الأهوال يوم القيامة، خلاف المشركين والكفار، فإنهم يقعون في الأهوال الشديدة. نعم.